بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، قناة المراعي لتسمين العجول. إن شاء الله هنقدم دراسة جدوى تسمين 10 عجول الحقيقة كاملة بجميع التفصيلات كلها. تمام، تفضلوا معنا على السبورة. احنا محتاجين 10 عجول تسمين. وزن العجل 150، انا حسبته ب 15000 جنيه، مع انه ممكن يجي اقل من كده. تمام، 10 عجول رقم واحد، البند الاولاني 10 عجول في العجل 15000 جنيه، يعني عاملة 150000 جنيه. بس في حاجة اسمها فن انتقال العجل، عندي انواع كثير من العجول في مصر، عندي السيمنتال وعندي البراون، وعندي الهونشتاين الاصلي. لما اتكلم في الثلاثه الاصليين، التحويل بيكون من كيلو 200 جرام الى كيلو و600 جرام. تمام، طيب عندي الاسباني وعندي البلدي. الاسباني والبلدي اللي هم موجودين في مصر، التحويل من كيلو الى كيلو 200 جرام. تمام، انتقل عجل، عايز اكسب، كلنا عايزين نحقق ربح. يبقى انا عايز عجل ده الاسباني او الهنشتاين او البراون او السيمنتال، ده هياكل كميه علف، والبلدي والاسباني هياكل نفس كميه العلف. بس العجل البراون والسيمنتال والهولشتاين تحويلهم اعلى، فهيحقق معاك ربح ايه اعلى. تعال كده، يبقى احنا اخترنا العجول. انا حاط الرابط على القناه، الرابط اسمه فن انتقاء العجل. تمام، وفي برضك رابط التحصينات المهمة للعجل كبداية، وفي رابط برضك اسمه ايه كيفية حساب كمية الأتبان للعجل، وفي رابط مخاطر استخدام البرسيم، عشان انا هستخدم البرسيم في العلفة، محدد لك مخاطر تبعد عن 4 أنواع من المخاطر تبعد عنهم. طيب تاني حاجة، تعال نحسب كمية التبن. عندي 6 شهور هستخدم فيهم ايه التبن. 6 شهور في 30 يوم بلعب 180 يوم. 180 يوم العجل انا هقدم له البرسيم من اول النهار الى اخر النهار، يبقى ياكل برسيم لمرحله الشبع. وممكن البرسيم كمان، البرسيم عموما البروتين بتاعه من 14 الى 16%، ممكن يتجففه يوم يومين ثلاثه، هيتحول يتحول قبل ما يتحول لدريس، البروتين بتاعه هيوصل ل 20 وممكن يوصل 18، من 18 ل 20. يبقى انا رفعت نسبه البروتين في البرسيم، استخدمت البرسيم. بس الناس كلها مش عايزه تستخدم البرسيم، لا، البرسيم بروتينه عالي. تمام، هو اخضر من 14% ل 16%، لو جففته يومين هيبقى احسن، او 3 ايام. تمام، هيبقى احسن وبروتينه هيعلى. تمام، طيب هنيجي هنا، قلنا 6 شهور ده كميه التبن، 6 شهور في 30 يوم 180 يوم، هضربها في كيلو ونص. كيلو ونص ان هياخد طاقه واحده ايه في اليوم، طاقه واحده في اليوم اللي هي او وجبه واحده في اليوم اللي هي اخر النهار. هنيجي نحسبها، 180 يوم في كيلو ونص طالعه ب 270 كيلو، ده في 6 شهور. طيب في الشهرين الاخارة اللي هو 60 يوم الاخارة، هضربها في كام؟ اللي هي 60 يوم. تمام، هضربها في 3 كيلو. ليه ضربتها في كيلو؟ لان انا هديله وجبة الصبح كيلو ونص، ووجبة اخر النهار كيلو ونص. هنضربها 60 في 3 طالعه ب 180 كيلو، يبقى هو هيستخدم في الست شهور او هيستهلك في الست شهور 270 كيلو، وهيستهلك في الشهرين 180 كيلو. طب هنيجي نحسب كميه الاتبان، هنيجي نعمل كده، جرب يا حماده، 270 كيلو زائد 180 كيلو، يبقى العجل استهلك كام؟ استهلك 450 كيلو. 450 كيلو، هنضرب ال 450 كيلو في 10 عجول، طالعه معانا 4500 كيلو.
4500 كيلو ده استهلاك ال10 عجول. طب ال 4500 هنضربها نقسمها على 250 اللي هو الحمل، حمل التبن 250 طالع معايا ب 18. 18 يبقى دي على 250 حمل التبن طلعت معايا ب 18 حمل. طيب سعر الحمل كام؟ 300 في 300 طلع ب 5400. يبقى انا عندي 5400 ده سعر التبن. ده سعر التبن بالتفصيل من الست اشهر الاولين والشهرين الاخر. طب وحساب العجول 150 الف جنيه. تمام؟ تعال نحسب بعديها. هنضيف رقم 3 تحصينات 4000 جنيه. هنضيف بعديها رقم 4 كهرباء. كهرباء 600 جنيه. طيب بعديهم تعال نحسب حسبنا تحصينات وحسبنا كهرباء، تعال نحسب البرسيم. نحسب احنا حسبنا كده ثمن العجول، حسبنا كميه التبن، حسبنا التحصينات وحسبنا الكهرباء. باقي معايا كميه البرسيم اللي هاخدها، وباقي معايا كميه العلف. لحظه بس نمسح الشاشه ونرجع تاني. يبقى احنا العجول قلنا 150000، حسبنا كميه التبن بالتفصيل طوال الثمان شهور 5400، وقلنا تحصينات 4000، وقلنا اناره 600. باقي معانا كميه العلف والبرسيم. هنيجي نحسب كميه العلف اللي هاخدها العجل. العجل من وزن 150، بعدها وصل 200، بعدها وصل 250، بعدها وصل 300، بعدها وصل 350، بعدها وصل 400، ودي اخر حاجه. من 400 الى كام؟ الى 450. من 350 الى 400 لغايه 350 لغايه 300 لغايه ال 250 لغايه ال 200. يبقى من 150 الى 250 هيستهلك قد ايه؟ ومن 200 الى 250 هيستهلك قد ايه؟ وكذلك الامر. العجل كل 45 يوم، كل 45 يوم بيحول لي 50 كيلو. طيب حسبتها ازاي؟ ان انا هقدم الربيع، فحسبت نسبة التحويل 1 كيلو و100 جرام، كيلو و100 جرام بس عشان انا ضايف البرسيم. طيب من 200 من 150 الى 200 العجل هيستهلك علف قد ايه؟ هيستهلك 4 كيلو. طيب من 200 الى 250 هيستهلك قد ايه؟ هيستهلك 5 كيلو. طيب من 250 الى 300 هيستهلك كام؟ 6 كيلو. طب من 350 من 300 الى 350 هيستهلك كام؟ هيستهلك 7 كيلو. تعال نحسب دولت الاول. احنا قلنا احنا هنقدم البرسيم من اول اليوم الى نهايه اليوم، تمام؟ هقدم برسيم طوال النهار لمرحله الشبع. والبرسيم قلنا نسبه البروتين فيه من 14 الى 16%. ولو انا جففته يومين ثلاثه هتحول نسبه البروتين من 16 الى 18 او 20%، تمام؟ طيب انا هقدم نص كميه العلف. ال 4 كيلو هقدمهم 2، هنا هقدم 2.5، ال 3 هقدمهم 3، ال 6 هقدمهم 3، ال 7 هقدمهم 3.5. تمام؟ دولت في كام يوم؟ دولت في 180 يوم اللي هم 6 شهور، تمام؟ ال 6 شهور الاولين. طيب هنا اضرب 2 في 45 يوم. واحد يقول لي ليه ضربت في 45 يوم؟ انا عشان يحول من 150 ل 200 محتاج 45 يوم. يبقى هقدم له 2 كيلو علف لمسافه الايام 45 يوم، هيوصل معايا كام؟ 200. بعديها هضرب 2.5 في 45 يوم، ال 3 في 45 يوم، ال 3.5 في 45 يوم. يبقى احنا وضحنا ادي كميه العلف الكامله. ادي كمية العلف الكاملة اللي هياخدها كل مرحلة عمرية. أنا هقسمها على 2، هديله وجبة في الليل والنهار هديله برسيم لمحارة الشبع. طيب تعال كده تشوف الناتج كام ونعرف كمية العلف بالتفصيل. 2 كيلو في 45 يوم طالعة ب 90. بعديها 2.5
في 45 يوم بلعب 112. طيب بعديها 3 في 45 يوم 135. بعديها 3.5 في 45 يوم طالعة ب157. طيب هنيجي نحسب آخر شهرين، آخر شهرين دول العجل هياخد من 350 إلى 400 كيلو، هياخد كام؟ هياخد 8 كيلو علف. طيب والعجل هياخد من 400 إلى 450، من 450 هياخد مفروض 9 كيلو علف. تمام؟ أنا هقدمهم هم الشهرين دول، هدي وجبة واحدة في النص ربيع اللي هي دريس، لازم أحول دريس، هدي وجبة واحدة بس. هنا هثبت ال 8 كيلو علف. يعني 8 كيلو علف في 60 يوم. واحد يقول لي ما عرفوش 9 كيلو، البرسيم عامة بيفك العلف، أنت بتدي له 8 كيلو علف، 4 كيلو الصبح و4 كيلو في الليل، اتقال مع العجل ممكن يلكم معاك، أما وجبة واحدة في النص هتفك تفك تفك معاك، يعني تخلي العجل ايه ما يركنش الكرش معاك، ما يركنش الكرش يفضل شغال. طيب طيب 8 كيلو علف في 60 يوم، 8 في 60 يوم عامله معايا 480. طيب نجمع بقى كميه العلف في خلال الاشهر كلها، 480 زائد 157 زائد 135 زائد 112 زائد 90. يبقى العجل استهلك معايا خلال الثمان اشهر بالتفصيل طن، طن علف. العجل استهلك كام؟ طن علف، طن علف مع البرسيم. تمام؟ هنيجي نحسب بقى الخلطه اللي انا همشي عليها. الخلطه اللي انا همشي عليها 600 ذره، 600 ذرة، 250 ردة، 150 دي متاحة معايا. ولو عايز تقلل التكلفة بتاعتها ممكن أدخل فول بلدي، فول بلدي. تاني حاجة ممكن أدخل كوس الفول السوداني، ممكن أدخل إيه ال 150، ممكن ادخلهم برضك بذره الكؤ. يبقى ال 600 ثابته معايا، ال 250 ثابته معايا، ال 150 هي المتحركه. وممكن اخليها 200 و200، 200 رده و200. لو انا عايز العب في نسبه بروتين عاليه خليها 200 رده و200 و200 ثاني، اللي هي فول بلدي او كس فول السوداني او بذره الكؤ. طيب فول البلدي في المدخول بتاعه بيكون ب 14، بعدها بكام شهر بيوصل ليه ال 18. لو انت عايز تشتريه هتشتريه في المدخول بتاعه ب 14 جنيه للكيلو. طب كسب الفول السوداني يتراوح تقريبا من 8000 او اقل، 8000 يعني سعر الكيلو 8 جنيه. طيب بذرة الجق الطن يتراوح من 9000 يعني 9 جنيه. انت دخل اللي يناسبك، انت عندك 600 ذره 200 رده، ال 200 الثانيه، ال 200 الثاني انت عندك الموجود عندك في بلدك، عندك افضل نوع فيهم اللي هو كوس فول السوداني بروتين 35%. طيب بذره الجق من 26% الى 28%. طيب الفول البلدي من 26 الى 28، يعني ادي نسب البروتين. الفول البلدي من 26 الى 28، كوس فول السوداني من 35 وممكن يوصل ل 40. بذرة الجق اسف من 23 الى 26. دخل النسب اللي رايحه، انا قدمتك ادي خلطه الاعلاف. طيب انا على سبيل المثال همشي على كسب الفول السوداني او بذرة الجق. تعال نشوف الاسعار. الذره في المدخول بتاعها انا لازم اشتري كل حاجه في مدخولها في محصولها، ما اشتريش اشتري كميته كلها. يعني ادي في شهر 10 انا عامل حسابي هدخل 10 عيون 20 عجل، ادخل كميه الذره كلها. ادي في شهر 5 معاد دخول التن اشتري كميته كلها، لو صبرت اخرت شهر 1 الاسعار هترتفع. الذره كان داخل ب 7 جنيه. طيب الرده، الرده حاليا نظير ارتفاع الاسعار كان زمان ب 160 و165 وكانت لما توصل اعلى درجه كانت 180. دلوقتي الرده المقياس بتاعها من 260 الى 320. تمام؟ 320. طب احنا هنحسب الرده على 260، اول ما يوصل 260 راح اشتري لك 2 طن 3 طن.
داخل حد فروق الاسعار دي، فروق الاسعار مع كميه العجول 10 عجول فرق شاسع ومكسب كبير. انت لازم تكسب من العجل نفسه، ولازم تكسب من الجبن، ولازم تكسب من الشامي، تكسب من الهواء اللي داخل العجل، من الهواء اللي داخل العجل لازم تكسب. تمام. العلفه دي هتكلفني كام؟ طن 7000 جنيه. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. 600 ذره، 600 في 7 جنيه زائد 200 في 6 جنيه ونص اللي هي الرده، زائد هدخل مثلا فول بلدي 200 في 14، بلاش من الفول البلدي، هتوصل معايا العلفه الى لو فول بلدي هتوصل معايا 8 جنيه. طيب لو هدخل كوس فول سوداني يبقى 600 في 7 زائد 200 في 6 جنيه ونص زائد 200 في 8 طلع ب 7100. يبقى الخلطه دي لو انا هضيف الكسب الفول السوداني طالع معايا بكام؟ 7000. طب لو هدخل فول بلدي طالع معايا ب 8000. طب لو هدخل بذره القط برضك بذره القط 9000. اللهم صل لحظه واحده. 600 ذره في 7 زائد 200 رده في 200 رده في كام؟ في 6 جنيه ونص زائد 200 في 9 اللي هي 9 بذره القط طالع معايا 7300. 7300. يبقى انا عندي الخلطه بتاعتي 600 ذره، 250 رده، 200 رده، ال 200 الاخيره لفول بلدي، لكوس فول سوداني، لبذره القرفه. فول صويا ما ينفعش نهائي. لو انا دخلت ال 200 فول فول بلدي هتطلع معايا طن ب 8000. طب لو دخلت فول سوداني طلعت طن معايا 7000. طب لو دخلت بذره القرفه طن طلع معايا بكام؟ 7300. طيب احنا حسبنا كميه، ادي كميه العلف اللي هاخدها العجل. طن هاجي على سبيل المثال هاخد انا بذره الكوب 7300، يبقى انا عندي 10 عجول، يبقى 10 طن في 7300 تطلع معايا كام كميه العلف؟ عشرة طن، لا نحسب بالطن الاول، طن ب 7000 يعني 7300، 10 طن في 7300 طالعه معايا، تطلع معايا اللهم صل عليك يا نبي، طن الواحد عامل 7300، 7300 في 10 طالعه ب 73000 جنيه. 73000 جنيه. يبقى كمية العلف الأعلاف 73000 جنيه. تعال بقى نحسب البرسيم. يبقى أنا عجول 150000، التن 5400، تحصينات 4000، الإنارة 600، الأعلاف 73000 جنيه، ده ل 10 عجول. هنمسح السبورة وهوضح لك كمية الكمية بتاعت البرسيم. هدخل الأرض ثمنها كام؟ هدفع كام ايجار؟ وهدفع كام ميه؟ وهودي سماد بكام؟ اللي هو الروس بتاع العجول ده سماد الارض بكام؟ وهحسب انا هاخد كام وش؟ وهقدم الكيماوي بكام؟ بالتفصيل الدرسين بالتفصيل. نمسح السبوره ونرجع لكم تاني. يبقى العجول 150000، التبن 5400، تحصينات 4000، الاناره 600، الاعلاف 73000. هنكمل باقي الفيديو حساب كمية البرسيم وتمام. البرسيم طيب احنا محتاجين 10 عجول، هيحتاجوا كام جرام؟ 15 جرام. سعر الجرام الواحد ب 500 يعني عامل 7500. طيب هيحتاج 15 جرام المياه، 15 جرام في 12 مره هنسجوه ميه هيطلع بكام؟ هيطلع ب 180. 180 سعر الجرام في الميه ب 10 جنيه، يعني هيطلع معايا في 10 هيطلع معايا 1800 بالتفصيل اهو، حقيقة بالتفصيل، اللي غير ذلك يعلق وقول. أنا عندي 15 جرام،
زقيتهم 12 مره طالعه ب 180 180 لجراب الواحد ده يبقى 10 جنيه يعني 1800. طيب هيحتاج روث، روث 15 مقطوره. انا هودي 15 مقطوره ليه؟ 15 مقطوره الهدف واحد ان يوفر عليا ثمن الكيماوي. انا زارع برسيم عندي، زارع 10 جريط، مودي 10 مقبرات من الروس، موفر كيماوي. انا كل فين وفين لما ارمي كيماوي للبرسيم. عندي 15 مقبوره في 200 عامله 3000. طيب ال 3000 دي البرسيم يحجزها هيقعد كام؟ 5 سنين. 5 سنين يبقى 3000 على 5 طالعه ب 600 جنيه. يبقى انا ثمن السماد اللي هجده من الارض في السنه ب 600 جنيه، يبقى طالعه بكام في الاخر؟ 600 جنيه. يبقى ادي الميه، ادي ثمن الارض 7500، وادي ثمن الميه، وادي ثمن السماد. في ايه تاني في البرسيم؟ مفيش حاجه تاني. طيب تعال نحسبهم مع بعض كده، طالعين بكام؟ يبقى هحسب التكاليف على اهي، نحسب التكاليف كلها 150000 زائد 5400، 150000 ثمن العجول، التبن 5400 زائد التحصيلات 4000 زائد الإنارة 600 زائد الأعلاف 73000 جنيه زائد 600 اللي هم ايه؟ 600 دي ثمن السماد الارض، زائد 1800 ده الميه، زائد 7500 ده الايجار. وكده انا من الالف الى الياء جميع اكل وميه وكهرباء وحتى الارض وايجارها وكل شيء حسبته بالتفصيل. طلع معايا كام؟ 243000. 243000 في ملحوظه صغيره، انا استخدمت البرسيم كم شهر؟ 6 اشهر. استخدمت البرسيم كم شهر؟ 6 اشهر. طب الست اشهر التانيين انا ما استخدمتش فيهم البرسيم. تعال نحسب بقى، 6 اشهر، 6 شهور يعني كام؟ 6 في 6 شهور يعني 6 شهور في 15 جرام طالع ب 90، طالع ب 90 جرام ربيع. جرام الربيع عامل دلوقتي 300 جنيه. في 300 يعني الست اشهر بتوع الربيع الباقيين مدخلين لي كام؟ 27000. انا استخدمت الربيع ست اشهر، والست اشهر التانيين هبيع، عامله كام معايا؟ 27000 جنيه. طيب تعال نحسب ده المصاريف اللي انا صرفت. الايرادات بقى، اول حاجه في الايرادات ست اشهر ربيع البرسيم، قصدي البرسيم دخل لي كام؟ 6 اشهر ب 27000 جنيه. انا حسبت لك هنا الايجار كامل سنه كامله، الميه حسبتها لك سنه كامله، السماد حسبته لك 5 سنين. يعني حسبت لك البرسيم كل شيء. تعال بقى زي ما انا عطيتك حقك اخد انا حقي بقى. عطيتك حقك ان انا وفرت كل شيء، الست اشهر الست اشهر انا خدت برسيم بس انا دافع تكلفه السنه، السته التانيين من حقي اني ابيعهم، هبيعهم عاملين 27000 جنيه. طيب احنا عندنا العجول وصلت 450، 450 كيلو في 10 عاملين كام؟ 4500 كيلو في 73 سعر الكيلو 73 وساعات بيوصل 75. هم 72 لغايه ال 75، انا هحسبه لك ال 73 ونص. عامل 330750، قول 331، 331000. 331000 العجول 331000. واحد يسألني 31000 جت ازاي؟ العجل ده ب 450 كيلو، 450 كيلو ضربتهم في 10 عجول طلع ب 4500، ضربتها في سعر الجاب 73 ونص، مع ان
العجل من بعد 450 في عجول بتوصل ل 75 و76 بتتباع، انا هحسب لك على 73 ونص، طلع معايا 331000. 331000 331000 هجمعها زائد 27000 اللي هو 8 6 اشهر الربيع الاخرى اللي انا ما استخدمتهمش، طالع معايا كام؟ 358000. 358000 يبقى الناتج هنا كام؟ 358000 جنيه. 358000 جنيه ده الايرادات. طب نيجي نطرحها، لا ملحوظه بسيطه احنا نسينا حاجه، ثمن تجول برسيم هيحتاجوا من اللهم صل عليك يا نبي، من ال 15 جرام هيحتاجوا 30 كيلو، 30 كيلو يعني عاملين 3000، هكسمهم البرسيم مش وش واحد، البرسيم على مسافه الخمس سنين، على ال 5000 هيطلع 600. يبقى هنا في مصاريف كام؟ 600. ها عشان ما حدش يقول نسيتها، مصاريف اللي هو ايه؟ تجاوي البرسيم. يبقى نضيف تجاوي البرسيم. طب نيجي نجمع 358000 ناقص كام؟ 243000 ناقص ال 600 اهو الايرادات 358000، المصروفات 243000 ناقص ال 600 اللي هي البذور بتاعت ايه؟ بتاعت البرسيم، طالعه 114000 جنيه ونص. طب على سبيل المثال واحد يقول ايه؟ ان انا مش عايز ابيع البرسيم، ابدا دوره جديده. هتبدا دوره جديده في الست اشهر التانيين؟ تعالى بقى ما تحاسبنيش انت بقى، ما دام انت هتبدا دوره جديده ما تحاسبنيش انت بقى على التكاليف دي، ما تحاسبنيش على الارض كامله، هتيجي تحسب ثمن الارض هيبقى النص 3500. صح الكلام ولا صحش؟ 3500 لان انا ما استخدمتش الارض كلها، انا خدت 6 اشهر، الست اشهر التانيين دوره جديده، هتيجي تحاسبني على الميه؟ لا ما تحاسبنيش على 1800، هتحاسبني على نص الفتره، يبقى معايا كام؟ 900. طب هتيجي هنا السماد هتحاسبني على 300. ولو بعت البرسيم انت خلال الست اشهر التانيين هتلاقي 1000 واحد ياخده منك. يعني انت خدت دورتك انت 8 شهور خدت الدوره بتاعتك 8 شهور، استخدمت برسيم شهرين، استخدمت برسيم، انا يا سيدي هحسب لك ان انت استخدمت برسيم 8 اشهر، يعني في 4 اشهر اللي هم ايه؟ مصاريف اللي هبيع فيهم البرسيم، وفرت لك شهرين تاني. 4 اشهر في 15 طالعة ب 60 في 300 جرام طالعة ب 18000. يبقى هنمسح دي هنخليها 18000. وانا بعتك 4 اشهر بس وخليتك استخدمت 8 كاملين. طيب 331000 زائد 18000 طالعة ب 349000. نطرح منها 243000 لحظة واحدة، قلنا كام؟ قلنا 331000 زائد 18000 اللي هم 8 4 شهور اللي بيبقى فيهم البرسيم طالعين ب 349000، اطرح منهم ال 243000 243000 اللي هم 8 المصاريف ناقص برضك اطرح منهم 600 لثمن البذور، يبقى طلع معايا كام؟ 105000. يا سيدي احنا عارفين ارزاق كلها لله، ارزاق كلها لله، تمام؟ انت اولا انا كنت بكسب في العجل الاول في خلال الست اشهر بكسب فيه من 6 ل 8000. انا عملتك دوره 8 شهور، طولت الدوره فعلا بس دخلتك البرسيم. تكلفه البرسيم اللي انت دخلتها لاربع اشهر اللي هتبيع فيهم البرسيم اللي هم الاخاره بقيه السنه وفروا لي هيجوا يوفروا ثمن المصاريف بتاعت البرسيم كلها، يبقى انت دخلت البرسيم ببلاش،
دخلته ازاي ببلاش، انا ما صرفت البرسيم هنا 7000 ونص و1800 وصرفت 600 وصرفت 600 تاني اللي هو السماد. طب ما انا حققت منه كام؟ حققت منه 18000 في الاربع اشهر، 18000. يبقى انا الاربع اشهر اللي هبيعهم دخلوا لي 8 اشهر برسيم ببلاش، يبقى انا مقدم لك خلطه ببلاش. تمام وشكرا.